واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وسلع منتهية الصلاحية. استكمالا للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 25 طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله خارج منظومة الدعم بحوزة مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة جمعها لبيعها بالسوق السوداء. كما نجحت في ضبط 70 طن دقيق بلدي مدعم معبأ داخل شكائر بها نقص في الأوزان، قام مسؤول مطحن بالجيزة بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء، وهو ما يعد استيلاء على أموال الدعم المقرر عليها. وتمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 4 أطنان دقيق بلدي مدعم قام مسؤول مخبز بلدي بالقاهرة بالاستيلاء عليها بعدم إثباتها بسجل حركة الدقيق للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة. وعلى صعيد التصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق، تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 18 طن دقيق أبيض مجهول المصدر بحوزة مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالقليوبية حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من سعرها المتداول. ونجحت في ضبط قرابة 60 طن سلع غذائية متنوعة تم حجبها عن التداول بالأسواق بحوزة عدد من مالكي مخازن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة. وضبط 50 طن مواد غذائية قام مسؤول شركة لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالجيزة بتجميعها لبيعها بأزيد من سعرها المتداول بالأسواق. كما نجحت الإدارة في ضبط 150 طن أسمدة زراعية غير معلن عن أسعارها بحوزة مالك شركة لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص ومالك مخزن بدون ترخيص لتجارة الأسمدة الزراعية بالمنوفية. وضبط 50 طن أعلاف حيوانية بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بالمنوفية قام بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 125 طن ملح ومخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظتي المنوفية والشرقية، وضبط قرابة 76 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإسكندرية والجيزة والمنوفية، وضبط 18 طن زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالإسكندرية. وتمكنت الإدارة من ضبط 93 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بالمنوفية والشرقية، كما تمكنت من ضبط قرابة 155 طن بلاستيك مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات القياسية بحوزة مسؤول مخزن بدون ترخيص للبلاستيك بالشرقية.